الغير المسلم إذا عمل عملا صالحا في هذه الدنيا هل يؤجر على ذلك؟ الله لا يظلم أحدا، وهو يأجر غير المسلم كما يأجر المسلم، لأنه عدل في جميع أحكامه، ولكن يكون ذلك بتعويضه عن هذا العمل الحسن في الدنيا. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أنه يخفف عنه من عذاب الآخرة بقدر عمله، ويستدلون بما كان من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخف الناس عذابا في النار بسبب مناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، لكن هذا يحتاج إلى دليل بالنسبة لغير أبي طالب. أما أبو طالب فمسألته مسألة خاصة، لكن في الدنيا يعوض الله الكافر عن العمل الحسن الذي قدمه لأفراد أو لمجموعة. نعم. إذا رأينا غير مسلم عمل عملا صالحا أو خيرا نفع به كثير من الناس، يعني ما هي العبارات التي تقال له؟ لأن البعض مثلا إن كان ميتا قد يكون يعني يقول مثلا الله يرحمه، ولا مثلا يقول الله يجزاه خير. أما الدعاء بالرحمة للميت فهذا لم يرد، ولكن إذا كان حيا فيدعى له بالهداية. نعم. ومن الهداية أن يهديه الله عز وجل للإسلام. نعم.